شرح الباب السادس من كتاب فن اللامبالاة للكاتب العبقري مارك مانسون. الكتاب بيتكلم عن او الباب بيتكلم عن الباب السادس بيتكلم عن انت مخطئ وانا كذلك. قبل ما اعرفك بفكره القناه، القناه بنجيب كتاب ونقراه كتاب وبنحط فيه امور دينيه، يبقى كتاب علم نفس وفكر من منظور ديني، هيبقى حاجه مختلفه طريقه ما حدش عملها قبل كده. ولكن انت مخطئ وانا كذلك، اهلا بيك في قناه المعرفه اصل السعاده. كنتش تعرفني؟ فاروق محمد. فاقول لك ان بدا القصه ان حياتك الشخصيه لازم تبقى مترتبه على ذلك، ان انا ابقى انسان عندي فكر معين، الفكر ده لازم استشير بيه الناس ولازم استخير ربنا سبحانه وتعالى الفكر. قال صلى الله عليه وسلم: لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. علاقتك الزوجيه او علاقتك مع الناس لازم تبقى عارف ان 90% من افكارك تحتمل الخطأ و10% تحتمل الصواب، مش العكس. ما يبقاش انا عندك 90% ان هي تحتمل الصواب وانت على صواب و10% هي بس الخطأ، فتبقى علاقتك مع الناس مختلفة جدا وعلاقتك تبقى ضايعة، لانك دايما بتقول انا اللي صح دايما. العاطي اللي هو ما عندوش وظيفة معينة ومعاه شهادة وقاعد على القهاوي وقاعد في الشوارع والكافيهات، فتيجي تقول له اشتغل يقول لك لا انا ما الناس كلها يعني عايزين اشتغل وانا معايا شهادة معينة ما اشتغلش بيها. اشتغل اي حاجة، ما تبقاش يعني عاطل، ويعني غير من طموحاتك النفسية، لانك انت عندك امور نفسيه كده هتشعر بالم، لان الفراغ بيقتل العقل الفارغ ورشه عمل الشيطان. فانت تبقى لا انا صح والناس كلها غلط، انا صح والناس كلها غلط، غير دي. انا ما دمت يعني ايه، انا جاهل وما دمت ادعي العلم. طول ما انت بتقول انا عندي علم يبقى انت هتبقى جاهل وما عندكش حاله من التطور، تطور الفكر وتطور العقل. ففن اللامبالاه بيقول لك لازم في امور لا تبالي بيها، افكارك لازم تناقشها مع الناس، خد عقول الناس، خلي عندك يعني ايه فكر معين، استشير الناس. الفكره اللي هتجيلك دايما تشوف، لو لقيت الناس كلها اراء واحده اكيد انت اللي غلط وهم اللي صح. لكن ما تقولش انا عندي يقين ان الافكار صح وعندي يقين ان انا على صواب. لذلك دايما البني ادم بيجيب افكار كده ويخبطها في بعض ويطلع فكره معينه. يقول لك ان هم قالوا احنا هنحط لمبه في اوضه، ومارك مانسون بيقول لك ان طبعا كل ما حد يدخل فبيقولوا كل ما هتنور مره هنديكوا فلوس النور اللي هتنور. فطبعا كل واحد بيضغط 3 مرات واللي يضغط 4 مرات واللي يضغط يلمس السقف ويضغطه، يعني كل واحد فيهم بيشغل لمبه بطريقه معينه لحد ما هو كان بيفكر كده. ولكن اللمبه كانت بتشتغل بطريقه عشوائيه جدا، يعني مفيش حاجه معينه هتعملها فاللمبه تشتغل. لذلك افكار الانسان متعلقه به هو، ولكن لازم يخرج الافكار دي، يا اما يستشير الناس يا اما يستخير رب الناس. لا ندم من استشار، لا ندم من استخار، ولا خاب من استشار. النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان عظيم جدا كان دايما بيستشير الصحابه ودايما بياخذ اراء الصحابه ودايما كان يستشير زوجاته صلى الله عليه وسلم. فالامور لازم تتعلق بكده، ان انا ابقى اعرف ان انا لو ما عنديش وظيفه معينه والناس بتقول لي ممكن تشتغل في اي حاجه لحد ما تلاقي الوظيفه بتاعتك اللي انت نفسك تكون فيها، اسمع كلام. ولو كانت الافكار دي متعلقه، علاقتي بربنا سبحانه وتعالى لا تترتب على الامور اللي بتحصل لي، مش كل ما اقرب لربنا فيحصل لي حاجه. هذا الجانب الديني بقى والايماني، فاقول ده انا لا انا اكيد ربنا ما بيقبلنيش. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك، فلا مبالاه بالامور اللي هي هتتعلق بيك وانت قريب من مفيش كلام وانت قريب من ربنا. خلي عندك لا مبالاه في اي حاجه تحصل لك وانت ما تقدرش تغيرها. انت في ايدك دلوقتي انك تفكر تفكير واحد، هو انا اهتم واراعي الامور العظيمه، انما الامور اللي هي لا مبالاه فيها، الامور اللي هي التوافه، الامور مش دي اللي هتاثر فيا، مش دي اللي هتوقفني، مش دي اللي هتخليني ما عنديش وظيفه، مش دي اللي هتخليني مش قريب من ربنا سبحانه وتعالى، مش دي اللي هتخليني اعمل مشاكل واضيع وقتي واستنزف طاقتي في حاجات هي هتتعبني وهي ملهاش لازمه نهائي. يبقى استنزف طاقتي في الحاجات المهمة واستنزف طاقتي في الحاجات العظيمة، وخلي الأمور في الدنيا بيني وبين الناس عبارة عن أنت مخطئ وأنا كذلك. لما تلاقي عندك في مشكلة في التجارة بتاعتك أو في مشكلة في حياتك والناس بتديك أفكار معينة وانت عندك المشكلة دي، فما تصرش على موقفك، ما تصرش على خطأك، أكيد هم صح وانت غلط. الكتاب ده بيتكلم او الباب ده بيتكلم عن المسائل دي، ولسه الباب تكمله، يعني الباب السادس ليه تكمله ان شاء الله في فيديو تاني يعني اتكلم في الباب ده. حط في اعتقادك ان دايما دايما انت مخطئ وانا كذلك. لو الفيديو ده يهم اي حد انت تعرفه طبعا شارك الفيديو، الدال على الخير كفعله، ويا ضغطه زر اللايكات بتعلي المشاهدات وبتخلي ناس كتير تشوف الفيديو. ودايما حط في اعتقادك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فكر في كلامي جدا جدا لاني بحبك في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.